السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وبالنسبة للمرت خوك اللي قلتي كدير الإخوان، هذه كلمة ليست صحيحة. ما نسموش الإخوانية سنية. سنية الإخوان هي واحد لقب انتشر في بداية السبعينات، وهو تيار إسلامي كبير، حركة الإخوان المسلمين، وأسسها الشيخ الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى، ويسمى حسن البنا كأنه حسن البناء، بنى بناء عظيما في فترة كان الإسلام غريبا، وفي فترة كان الناس يبحثون عن الهوية. كانوا يقولون بعد أن انجلى الاستعمار، العالم العربي والإسلامي كان مستعمرا من طرف القوات الغربية، من طرف بريطانيا استعمرت مصر ودول أخرى في الشرق، وفرنسا استعمرت المغرب ولبنان وسوريا، وإيطاليا استعمرت ليبيا وما حولها، كل منطقة مستعمرة. وتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتكالب عليكم الأمم يوم القيامة كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ويلقي الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فكان المسلمون في فترة زمنية قبل الاستعمار كان عددهم كثير لكن لا قيمة لهم، يعني كغثاء السيل، بحال ديك الغسالة اللي دايزة. فلهذا تكالبت عليهم الأمم. والعالم العربي والإسلامي مليء بالخيرات، فيه الكنوز وفيه الزروع والكروم والطاقات البترولية وغيرها، فنهبوها وأخذوها. ولما قامت الحركات التحررية وطلبوا بانجلاء الاستعمار، وقع هناك فراغ ثقافي، وبدأوا يسألون عن الهوية. نحن من نحن؟ ففئة قالوا مثلا في مصر بدأت القضية، قالوا: نحن الفراعنة، أعظم ما هو من المآتر الخالدة في مصر هم الأهرامات، فقالوا: نحن سندعو إلى الفرعونية. طائفة دعت إلى الفرعونية، وفي تونس هناك من دعا إلى القرطاجية، وفي بلاد أخرى كل دعا بما شاء. في المغرب الحمد لله كان عندنا استقرار، كانت عندنا دائما إمارة المؤمنين، وكان دائما فيها استقرار وحب آل بيت رسول الله. وانتشرت هناك فيما بعد تيارات في إيران مع نجاح الثورة الإيرانية مع الخميني، والحركة السلفية الوهابية في السعودية، ووقع هناك خليط، الناس لا يعرفون ماذا يفعلون. ثم جاءت تيارات شيوعية من المعسكر الشرقي، ناس يدعو إلى محاربة الدين، يقولون: لا إله، والحياة مادة، والدين أفيون الشعوب، إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع. وجاء الجيش الأحمر الشيوعي الذي نشر سمومه في البلاد العربية، ومغربنا كان فيه تيارات لا تصوم ولا تصلي وتكره الدين. وهكذا وقع في العالم كله. فبرزت حركة تسمى الإخوان المسلمين في ذلك الزمن، وكان غرضها وهو الدعوة إلى إقامة الخلافة الإسلامية. فهناك دول كانوا يدعون فقط إلى الدولة القطرية، يعني كل دولة تكون مستقلة ولها حاكمها، لها نظامها، لها خصوصيتها. والإخوان المسلمين كانوا يدعون إلى الإحياء الخلافة الإسلامية بعد أن سقطت الخلافة العثمانية وكانت تسمى بالرجل المريض. هم دعوا إلى الخلافة الإسلامية. الفكرة تبدو جميلة وبراقة، وجعلت الكثير من أهل الإيمان واليقين يسيرون خلفها. لكن فيما بعد ستبدأ هناك مزايدات سياسية، وتبدأ هناك صراع على المصالح. والآن صنفت جماعة الإخوان المسلمين مع التيارات الإرهابية للأسف الشديد. وسمعنا بالأمس آخر معقل وهو الأردن، أيضا هي صنفتها بأنها منبوذة وللأسف الشديد. لكن يبقى الإسلام هو الإسلام. نحن لا نريد التسميات، هذه الفرق كنا قد درسناها بشكل دقيق ومفصل في كل تجلياتها، ولكن يبدو أن دراستها عابت.
الذي ينبغي أن نؤكد عليه فقط وهو الإسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلفظ أنفسه الأخيرة أعطانا وصية من ذهب وقال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم أمرنا بحب آل بيته، فهذه تكفينا. القرآن العظيم بين أيدينا لأنه محفوظ بحفظ الله، والسنة النبوية الشريفة هي طاهرة مطهرة رغم الهجوم الذي يقع عليها، خصوصا الجامع الصحيح للإمام البخاري. ثم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطريقة الشيعية وإنما بالطريقة السنية، فهذه مراكز قوة عندنا نشتغل عليها لبناء نظام الدولة ولبناء المجتمع ولإعادة صياغة الإعلام وصياغة السياسة الخارجية والداخلية، وأيضا بناء علاقات دولية مع الدول المجاورة تقوم على مبدأ السلم والسلام والأمن والأمان، وأيضا التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة، الأمن الغذائي والأمن الأمني، وكذلك التعاون على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالأمر واضح وبين لا يحتاج أن نخوض، للأسف نتألم وقد خسرنا الكثير. العالم الإسلامي في 50 سنة التي مضت خسرنا الكثير لما صنفنا بعضنا بعضا، كل يصنف تصنيف ويضرب بعضنا بعضا، وفتحت السجون وزج بخيار أبناء الأمة وراء القضبان، وصارت الأنظمة الحاكمة مدانة وأقيمت صراعات كثيرة. كل هذا تاريخ مليء بالأخطاء والزلات، نريد أن نطوي الصفحة ونبدأ تاريخ جديد يقوم على الرؤية المستقبلية. عندنا قيم كونية كبيرة، قيمة الإخاء، نحن إخوة كلكم من آدم وآدم من تراب، وقيمة السلم لأن ربنا عز وجل أراد منا أن يكون هناك سلم وسلام وأمن وأمان. ثم قيمة التعاون، التعاون بين الشعوب والتعاون بين الحضارات. لعل زمن الكورونا الآن جعله الله تعالى سببا لكي نغير من منطق التفكير ونغير الاستراتيجيات الداخلية والخارجية والرؤية المستقبلية، نتجاوز التصنيفات القديمة، الإخوان المسلمين، الشيعة، الحركة الوهابية، الحركة الصوفية، حركة العدل والإحسان، حركة الإصلاح والتوحيد، حركات كثيرة. فقط في العالم العربي هناك ما يزيد عن 300 حركة، وينبغي أن تتوحد كلها في الكتاب والسنة وحب آل البيت وخدمة القيم الكونية المستنبطة من مقاصد الشريعة الإسلامية. فأقول للحليمة، قلت بأن بنت خوك مرت خوك تسموها إخوانية، لا نقول سنية، شنو هي إخوة؟ كتلبس الحجاب، راه سنة نبوية. النبي الكريم ماذا قال؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، فهذه سنة نبوية وفرض قرآني. ربنا عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذه كلها من السمات القرآنية، ونسأل الله تعالى إن شاء الله في المستقبل نتعاون على صياغة النموذج المجتمعي المنشود الذي يقوم على صحيح الكتاب والسنة وعلى القيم الإنسانية الكونية التي تجمع ولا تفرق، والتي تبني ولا تهدم، والتي تخلق الفرحة والسرور والسعادة والحبوب فوق الأرض، لأن هذا من مقاصد الخلق. ربنا عز وجل قال: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، نساهم في تعمير الأرض وتيسير سبل الحياة وخلق الفرحة والسرور بين الناس. وإذا أصابنا بلاء أو شدة أو مرض أو وباء فلنعتبر أن ذلك من سنة الله في أرضه، ولنحرص على دفعه بما أوتينا من عقل وعلم وطب، وإن عجزنا دعونا المولى عز وجل بأن يرفع عنا مقته وغضبه، وربنا عز وجل يتجلى على الجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.